السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خوتاتي أصدقائي وصديقاتي وتستمر الحياة. كنرحب بالجميع وسعيدة جدا أنني نتلقى معكم، وأكيد أنه وسط هذا الكونفينمون اللي كنعيشوه وسط هذا الحجر الصحي اللي احنا عايشينه بطبيعة الحال، حياتنا كتستمر وخاصنا نبروفيتي في ذاك الوقت اللي كندوزو وما نضيعوش. بطبيعة الحال هذه فرصة باش نتمنوا الشفاء يا ربي لجميع المصابين والرحمة لجميع الموتى يا ربي، ونتمنوا أن ربي يحد الباس ويرفع علينا هذا البلاء. ولكن حنا وحنا كنعيشوا في هذا الوقت اللي فيه بزاف ديال الوقت ديال الفراغ، خاصنا نستغلوا الوقت ديالنا. أول حاجة غادي نبداو بها اليوم هي كيفاش نعرفوا شنو هي الطاقة اللي عندنا في الدار وكيفاش نجريو على الطاقة السلبية. ولهذا الغرض اليوم استضفت لكم الكوتش جهة العريشي، وهي كوتش تقية اللي غتعطينا بزاف ديال المعلومات في هذا الباب. هذا لالا جهة، مرحبا بك وانا فرحانة بزاف باش تكوني معنا. الله يخليك، قولي لنا أول حاجة بعدا شنو هو هذا العلم، علم الطاقة شنو المقصود به؟ شكرا سكينة على الاستضافة، شكرا للمشاهدين. فشنو هو علم الطاقة؟ علم الطاقة هو كيفاش كل حاجة في الكون عندها الطاقة ديالها، وكيفاش هاد الطاقة هادي تتأثر على الذات ديالنا حنايا كإنسان. فالأحاسيس ديالنا حنايا، الأفكار ديالنا حنايا، ملي تتولي سلبية تتولي تتأثر علينا بزاف سلبيا في الذات ديالنا، وكذلك الحاجات اللي تيكونوا في الارض الكوكب وداكشي كامل حتى هو تاثر فينا. فهاد العلم هذا تيقرا هاد الحاجات هادو كاملين اللي تاثروا فينا حنايا سلبيا وايجابيا. الله يعطيك الصحه كوتش ماندي، ما يتسالك، شكرا جزيلا لك كوتش جيهان. اكيد انه هذا العلم هو علم مستقل بداتو. انا شخصيا من الناس اللي كيعجبني بزاف علم الطاقه، واللي كنلقى فيه راحتي في بزاف ديال الحوايج في الحياه. ولكن حنا في الظرفيه الاستثنائيه اللي تنعيشوها وبطبيعه الحال في هذا الكونفينمون او هذا الحجر الصحي، كيفاش نقدروا نستغلوا هذا العلم هذا باش يمكن اننا نجعلوه من الدار ديالنا يعني واحد الفضاء اللي هو مريح، واللي كومام نلقاو فيه واحد الفرصه فين نتنفسوا فين نرتاحوا، خاصه وانه دابا يعني شي شويه كاين لو ستريس، شويه كاين الضغط. اذا كيفاش نتعاملوا مع هذه الظرفيه هذه؟ كيف ما قلت يا سكينة، دابا الناس ملتزمة الديور ديالها، فالحاجة اللي تتكون هي بأنه دابا الناس مع العائلة مع بعضياتهم، فيمكن يكونوا دفوات ينوضوا واحد الاضطرابات العصبية وهذاك الشيء كامل. فهذيك العصبية وهذوك الاضطرابات شنو تيسبوا في الجسم ديالنا؟ تيسبوا شنو؟ أفكار سلبية، احاسيس سلبيه. وهذيك الاحاسيس السلبيه والافكار السلبيه يمكن لها من بعد تافكتينا حنايا في الذات ديالنا وتعطينا شويه مرض. فالحاجه اللي هي مهمه سيكو دابا خاصنا ولا بد نبقاو بصحه جيده لينا ولعائلتنا. فاول حاجه هي ديما بقاو بافكار ايجابيه، ديما بقاو بواحد الطاقه ايجابيه. يعني اذا كان شي واحد معصب حداكم دوزو، ما كاين حتى شي مشكل وخرج من هنا. ثانيا الحاجة اللي هي مهمة هي بأنه إذا كان شي واحد معصب حدايا، أولا خاص هذيك الحاجة اللي هي داك العصبية ديالو ما تدخلش عندي. كيفاش يمكن لها ما تدخلش عندي؟ يعني يمكن لي ندير أنا واحد الحاجز اللي هو ما تنشوفوش، اللي هو من طاقة اللي هو غادي يحميني من هذيك الطاقة السلبية. ففين ما تنحس بأنه شي واحد معصب حدايا، غادي لواحد الحاجز اللي غادي بروتيجيني ضد هذيك الطاقة السلبية ديالو، وغادي يخلي غنبروغراميه باش كل صباح باش غادي يحيد الطاقة السلبية ديالي وما يخلي حتى شي طاقة ديال شي حد واحد اخر اللي هي تكون سلبية تدخل عندي. ثاني حاجة هي بأنه الماكلة عندها تا هي واحد الطاقة، عندها واحد الدور، فيمكن لكم تطلعوا لها الطاقة ديالها بالقرآن وتاكلوها. الماء تا هو كذلك. واحد الحاجة اللي هي مهمة، ملي تكونوا معصبين طالع لكم الدم كيف ما تنقولوا بالمغربية، طالع لكم الكشكوشة، ما طيبوش ولا تسناو تتكلموا عاد باش طيبوا. علاش؟ لحقاش هذيك الحاجات السلبيه تدخلوها في الماكله ومن بعد تتاكلوها، فتتاكلوا بزاف ديال الحاجات السلبيه اللي هي ما مزياناش لكم للذات ديالكم. رائع، ما عندي ما يتسالك، تبارك الله عليك، شكرا لك على الطاقه الزوينه اللي عطيتينا. الوغ كوتش جيهان، ملي كنتكلموا بطبيعه الحال على علم الطاقه، كيف ما قلتي كاينه طاقه ايجابيه وكاينه طاقه سلبيه. الوغ كيفاش نقدروا نعرفوا في الدار الاماكن اللي كتجمع فيها الطاقه السلبيه؟ وشنو هي الحلول اللي غادي نديروا باش نجريو على الطاقه، نطردوا كل ما هو سلبي ونجلبوا كل ما هو ايجابي؟ كيف ما قلتي سكينه، فالدار ديالنا حنايا تتكون عندها
شي بلايص اللي فيهم طاقه ايجابيه وشي بلايص اللي فيهم طاقه سلبيه. فشنو هما البلايص اللي هما فيهم طاقه سلبيه؟ اولا البلايص اللي تيكون فيهم بزاف ديال الدباس. البلايص اللي تيكون فيهم بزاف ديال الدباس تيجمعوا بزاف ديال الطاقه السلبيه، وداك الطاقه السلبيه تتبقى في هذيك البلاصه. بحال كلا اذا جمعتوا الدار وخليتوا الزبل فواحد القنت وما خرجتوش، هذه نفس الحاجه. فكيفاش يمكن لك تحيد هذيك الطاقه السلبيه؟ تدير لها السلميه وتتحل الشراجم وهذيك الطاقه السلبيه تتمشي. ثانيا هذيك الطاقه السلبيه تتبقى مرسخه حتى في الحيوطه، فخاصكم ولا بالدار تنقيو الحيوطه اما تنفضوهم ولا تتغسلوهم وتحيدوا هذيك الطاقه السلبيه. فهاد الطاقه السلبيه هذه تترسخ بزاف في البلايص اللي تتكونوا تتخمو فيها بزاف ديال فيهم بزاف ديال الحاجات السلبيه، فحال التواليت، فحال الحمام، فحال بيت النعاس، فحال البلاصه اللي تتجلسوا فيها بزاف، يعني الصوفا اللي تتجلسوا فيه بزاف والكوزينه كذلك. فهاد البلايص هادو كاملين احسن حاجه هي اذا قدرتوا كل نهار تهويو بالدار وتحيدوا هاد الطاقه السلبيه من عندكم. الحاجه اللي هي مهمه هي بانه كاينين حتى واحد الطاقه تجي من الارض تتكون اما ايجابيه اما سلبيه. فهاديك البلايص اللي اذا كنتو تتنعسوا فواحد البلاصه ولا تتجلسوا فواحد البلاصه ومن بعد تتحسوا براسكم عيانين ما بقاش عندكم الطاقه، ايماجينو كنتو ناعسين في الناموسيه ديالكم ولا غدا الصباح واخا نعستو 8 ولا 9 ديال الصبيع تتحسوا براسكم ما بقاش عندكم الطاقه. فهذيك البلاصه هي عندها شي حاجه اللي هي سلبيه من الارض، فلازم ولا بدا تكحزوا الناموسيه ديالكم ولا هذاك الصوفا ديالكم باش تقدروا تعاودوا ترجعوا لشي بلاصه اللي هي ايجابيه. فهادو هما المعلومات اللي هما على علم الطاقه، على شنو هما الحاجات اللي هما مزيانين في الدار ديالكم باش ديروهم باش تقدروا تحيدوا هذيك الطاقه السلبيه. الحاجه اللي نسيت ما قلت لكم هي الملحه. الملحه هي مهمه لغسيل الارض وتحيدوها باش تحيدوا بها مع الماء الطاقه السلبيه. ويمكن لكم ديروا ويمكن لكم ديروا الملحه حيه في القنات ديال البيوت، ومن بعد من داكشي كل 24 ساعه تحيد زعما تحيدوها وتعاودوا ديروا واحد الملحه حيه واحده اخرى تتحيد بزاف الطاقه السلبيه اللي كاينه. فشكرا، شكرا للاستضافه، وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في شي فيديو واحد اخر. شكرا جزيلا لك كوتش جهان، الله يخطيك، مشكوره على كاع هاد المعلومات اللي تقاسمتيها معنا، وان شاء الله اكيد انه غتكون فرصه باش نعاودوا ندردشوا معاك بطبيعه الحال. شكرا بزاف على هاد الطاقه الايجابيه اللي عطيتينا، الله يخطيك وتحياتي ليك ومشكوره بزاف. كانت معنا اليوم الكوتش جهان العريشي وهي كوتش طاقية اللي عطاتنا مجموعة من المعلومات فيما يخص هذا الجانب هذا، واللي أكيد أنه خاصنا نركزوا عليه في هذه المرحلة هذه اللي خاصنا نعيشوها بتفاؤل. أكيد أنه إحنا في مواجهة واحد جائحة عالمية، كاين إشكال صحي مطروح، ولكن الحياة تستمر، نلتزموا في بيوتنا ونبقاو في ديورنا، وفي نفس الوقت الحياة ديالنا كتستمر وتستمر الحياة.